نحن نؤمن بأننا قادرون على التغيير، وأن كل فرد فينا هو جزء من الحل، وأن المستقبل هو ملك للجميع، يداً بيد على الدرب الأخضر لمستقبل عمان ومستقبل الكوكب. خلال السنوات ال13 الماضية قد عملت مؤسسة تحدي عمان أوتور باوند عمان مع ما يقارب 18,000 شاب عماني خلال دوراتها، وخلال هذه الدورات قد اكتشفت أوتور باوند عمان بأن هناك نقص في الوعي لدى الشاب العماني بخصوص القضايا العالمية مثل تغير المناخ ومدى تأثيرها علينا محليا. بدعم من السفارة البريطانية بمسقط، دورة تحدي عمان الجديدة تهدف إلى زيادة المعرفة لدى الشباب، وأيضا زيادة الوعي لدى المجتمع بالتغير المناخي أو بالقضايا البيئية الحاصلة في الوقت الحالي، وأيضا أثر هذا التغير المناخي إلى الوصول إلى رؤية عمان 2040، وكذلك ما هي مصادر التنوع الاقتصادي عندنا في السلطنة. باستخدام مراكزنا التدريبية المهيئة في صحراء الشرقية والجبل الأخضر، سيخوض المشاركون الشباب تجربة معرفية مع منهج أوتور باوند العالمي للتعلم عن طريق التجربة. اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للنجاح في المسار المهني ولأجل التكاتف في حماية البيئة والتقليل من آثار التغير المناخي. إثراء للعقول بنقاشات جماعية تساهم في تطوير المهارات التحليلية للمشاركين وتحفيز التفكير الناقد. رحلات استكشافية للتعرف على المميزات البيئية لمواقع دوراتنا وخلق فرصة للتواصل المباشر مع البيئة الطبيعية. دورة على الدرب الأخضر تستهدف الفئة العمرية من 17 وحتى 25 لشباب عماني أكثر وعياً بالمستقبل الأخضر.